السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم البنات في قناة أنوثتي. هذه المرة إن شاء الله راح نتكلم على واحد العشبة رائعة جدا لتسويد الشعر وتطويله، ويعني متوفرة في كل الجزائر وحتى في الدول الأخرى، وهي مادة تقدر تقول معجزة في إنبات الشعر. لذلك إن شاء الله تابعوا معي باه تفهموا هذه العشبة وكيفية استعمالها. إذا كنتم أول مرة تزوروا قناتي اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس، ويلا بينا نبدو الفيديو. العشبة كما تشوفوا أمامكم هي عشبة إكليل الجبل، رائعة جدا في التخلص من القشرة، في تنشيط الدورة الدموية لفروة الشعر، وكذلك في تطويله وإعطائه اللون الأسود الغامق كما تحبوا، كذلك يعالج الشيب المبكر. حبيت فقط نعطيكم معلومة مهمة على الشيب المبكر. شوفوا البنات، كثرة الصبغة كي تصبغوا شعركم مثلا من سن 20 سنة وما فوق، الهايلايت، الصبغة السوداء خاصة السوداء، راح تساعدوا وتساهموا بطريقة كبيرة جدا في جعل الشعر يشيب بسرعة. لذلك تلقي مثلا بنت في عمرها 30 سنة شعرها يعني فيه الشيب. لذلك إذا كنت صبغتي شعرك وغلطتي الغلطة هذه، كل ما عليك إنك تجيبي العشبة هذه اللي هي عشبة إكليل الجبل، هاي ليكم متوفرة. إذا لقيتوها طازجة كيف حنا في تبسها، أنا نجيبها طازجة يعني من الحديقة، وإذا ما كانش يعني اشروها، تباع جافة يعني نفس الشيء نفس الإفاكت، فقط إنكم تغلوها في الماء وتقوموا بوضعها كلوسيون على الشعر. احنا دايما نشرو اللوسيونات الغالية تاع لي مارك، وتكون مادة صناعية وتكون مادة كيميائية، صح تعطينا إفاكت مليح المرة الأولى ومن بعد الشعر يطيح كامل. هاي ليكم مادة رخيصة، يعني الربطة تاعها حوالي ب5000 وراح تكفيك شهور. تهزي ديما هاك كيما هاك يعني قطعة، تحطيها في الماء يغلي، تصفيها وتحطيها في قارورة تكون تعرش، وترشي على شعرك بعد غسله، وإن شاء الله تشوفي نتائج رائعة جدا في تطويل الشعر وخاصة القشرة. إذا كان عندك قشرة، كل ما عليك إنك تعمليها على شعرك وتديري نايلون على الشعر، ثم بعد ذلك تربطيه بمحرمة وتخليه 2 3 ساعات، راح يعالج لك الشعر المتقصف وراح ما يخليش هذاك الشيب المبكر يكبر وينمو، لانه ما خير عندك شعره ولا زوج، ولا تكون عندك يعني الاف الشعرات في الشهر، لانه الشيب ينتشر بسرعه كيف النار. يعني سبحان الله، ناس بكري يقولوا اذا دخل الكلاب في الفم راح يطيحوا السنين كل، واذا نفس الشيء الشيب راح شعره وتولي كارثه على الشعر كامل. فمن الاحسن تنقصوا شوي الصبغات، صبغ الشعر والهايلايت، وتعالجوا الشعر تاعكم وتعملوا هذا اللوسيون. وطبعا اهم شيء يا البنات، كي تحطوا زيوت على الشعر انكم ما تحطوهاش مباشره على فروه الشعر، اذا كنتوا راح تباتوا بها تحطوا من تحت فقط، وتقصوا هذاك التقصف، وهذه النبته ان شاء الله تعالج لكم التقصف. فقط بعد لا تكملوا التريتمون تاعكم مثلا تعملوها اسبوع كامل، عالجوا الشعر تاعكم من تحت دائما بالزيوت باه ما يجفش الشعر، لانه هي احيانا كان شعر تجفو، لكن في نفس الوقت راح تطولوا بطريقة رائعة جدا. كانت هذه هي عشبة اليوم، اكليل الجبل او ازير كما يسمى في المغرب، او روزميري كما يسمى في الدول الاخرى معروفة هكذا الدول الاجنبية، وكذلك الدول العربية تسميها روزميري، رائعة جدا لتطويل الشعر، استعملوها فائدة لكم، خاصة انه الشامبو فيه مواد كيميائية كثيرة راح يتحطم الشعرة. على الاقل اذا ما قدرتوش تحطوه كالوسيون يومي او اسبوعي به ما تغسلوش، اغسلوا به الشعر تاعكم او اشطوا به الشعر تاعكم جيدا، خلوا 10 دقائق ثم ذلك يعني تقدروا تخرجوا من الدوش تاعكم نورمال. كان هذا هو فيديو اليوم للبنات اللي طلبوا بعض اللوسيونات للشعر. كنت حطيت ايضا قرنفل لتسويد الشعر، قريبا راح نحط لكم وصفات للشعر البني والاشقر راح يفيدوكم بزاف. تهلوا في رواحكم، ما تنسوش تحطوا لايك به الفيديو هذا يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، والسلام عليكم.